كنستقبلوا فتيحة من إنزقان. صباح النور فتيحة. أنا صباح الخير قصيصة. أش أخبارك؟ لاباس الله يسلمك. كدايره؟ الله يبارك فيك. كل شيء مزيان الحمد لله. حنايا هنايا فطرتي ولا مازال؟ تقريبا قولي الفطور الثاني. حنا عندنا جوج فطورات. ايه عندكم بحال مراكش يعني. انت ما كدير الفطور الاول؟ الفطور شنو كديروا الفطور الاول؟ الفطور الاول ديال نفطر مع راجلي دابا كنتبدلوا للمدرسه خصني نفطر معاه ونفطر مع الزوج ديالي من يفاق. وما كتفطرش مع راسك ملي كيمشيو بجوج؟ ايوا قولي ضروري. نعم فتيحه غتعطينا الدواره معمره ياك؟ تقليه معمره الدواره تاع المعمره. حنا في المنطقه تاع عزه كاين في العيد الكبير. ولكن انا تقريبا مرة شهر مرة ما يسمى بالبكبوكة ياك؟ البكبوكة لان الرجال كثير كيعرفوا يعني معروفين بالبكبوكة في العيد الكبير. ما كانش اللي مضطر اللي دخلتي لها تقريبا دايرينها. نعم ولكن طبق يجي زوين يعني. كطبق يجي زوين. وباش زوين هذا البكبوكة يعني تقدري تحطيه في الكونجيلاتور وشي مرة تجبدي واخا صراحة. ما تخافيش فيها والو. ما تخافيش منها هي واخا صراحة الواحد ايفيتي. قلت لك مدة يعني واخا غير في الثلاجة كاع ماشي في الكونجيلاتور. يلا لا لا شنو نحتاجوا لهذ البكبوكة؟ عندنا المهم الدوار كنجيبو الدوار نغسلوها العيالة تقريبا كلشي كيعرف غسيل الدوار. ديك الحرفة كنحطوها كنقطعوها على شكل طيفات هكا بحال خنيشات نجمعوها عاد باقي نخيطوها ياك. كنجيبو ديك الرية. المهم الدوار كاملة تقطع طريفة صغار ياك صغار كاع حتى لآخر الحدا. المهم كنجيب البصلة مشلضة وواحد الكاس تاع الروز منسوق هكاك وكاس الحمص وقزبر ومعدنوس والثومة العطرية عندنا البزار الملحاس كينجبير الخرقة ومعود ويش القرفة طريطة صافي نخلطو هادشي مزيان كلو نجمعوه نقطعو نزلو شي هذا وكان جبنا ديك الدوار ديك نخيطوها نخليو غير شوية باش غنعمرو فيها. يعني باش كتبتي هادشي في قلب منا. اي تنعمروها ونولي نخيطوها نسقطها تنشدو عاوتاني تعمروها كاملة تنشدو نحكو واحد البصلة تكون كبيرة ونص العطرية اللي درناها كنبغيو نديروها في يعني والروز هاد الكاس ديال الروز كيكون مسلوق؟ الروز غادي يكون من لا ما مسلوقش كلشي كلاصي ماشي داكلي كلاصي. المهم الكوكوط كنحكو فيها واحد البصله كبيره تنديرو نص العطريه اللي درتها غير القرفه الغبره اللي ما نديروهاش تنديرو عود القرفه وواحد القبيضه نكسر هكا صغيره هكا معقوده وصرميها فيها تنسدفو دوك يعني الخنيشات تاع الدوار اللي حطيناهم وتنثقبوهم شويه واحد القبيضه باش يدخلهم الطياب الداخل دونك نقليوهم شويه كنمرقوهم. المهم صافي نسدو على الكوكو طيب حتى يطيب على اخر. المهم فقط غير ديك اللي يدمو دوك الدغميره الدغميره فوالا هذا زوين تبارك الله فن زعما هذا زوين. حتى الناس اللي كيديروا الريجيم ياك فتيحه ما فيه لا مرحله لا والو ما كنكثرش فيه الشحمه ولا الشهادي يعني في الدوار الداخل ديك اللي كنعمر بها ما كنكثرش فيها الشحمه وصافي كاع ايزيتي. والزيت الزيت ما قلتيش لينا الزيت. الزيت الزيت عادي نديروا الزيت لو سيور عادي غير في الطياب ماشي في العماره. لا لا في التعمار لا ما تجيش. انا عاود كتشي اللي عطيتينا هذه الدواره معمره كنحتاجوا طبعا الدواره فيها الكبده فيها شياك فيها شويه الكبده ياك؟ لا 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 غير الريه وال ممكن ممكن حاجه ما على حساب اللي بغا يزيد يزيد يدير الكبده يدير القلب يدير. كنديروا بصله مشلضه كاس كلاصي ديال الروز كاس الحمص القزبر والمعدنوس الثومه البزار الملح سكنجبير خرقوم طبعا عواد وقرفه غبره. وكان طبعا هاد ديك الكرشه كنكونوا مقطعينها طريفات صغار كنخيطوهم كنخليو شويه فاش غندخلوا العماره كنعمروا هاد الشيء كنكملوا الخياطه كنحطوا في الاناء اللي غنطيبوا فيه كنكونوا مشلضين فيه بصله كبيره وكنديروا عود ديال القرفه وقبضه ديال القزبر وكنسدوا عليه طبعا التيطيب وبالصحه والراحه. وإذا درنا الكبده والقليب من الاحسن يتكالوا في نفس النهار. المهم كل وحده كي كتحسن. لا يتكالوا في نفس اليوم يعني ماشي نخليهم. هي نورمالمون ما كنديروهاش. حنا المهم في وجدان ما كنديروش نقلبوا الكبده في وسط هكاك ولكن الا كنتي غتاكليها في نفس النهار ماشي مشكله. تبارك الله عليك فتيحه. تبارك الله عليك على هذا البكبوكه اللي عطيتينا. الثانيه هانيه. الى اللقاء شكرا لك.